ولعبة التايكوندو يمكن احنا في البرنامج برضو اتكلمنا عنها كتير قبل كده واستضفنا ابطال يعني عدة في هذه الرياضة، لكن خلينا نتكلم بقى بشكل اكثر تفصيلا مع حضرتك ونبدأ بكوريا الجنوبية واهتمامها بهذه الرياضة، بعد كده نروح للي هي يعني كاس السفير للتايكوندو 2021 تفاصيلها والمشاركة فيها. تمام، هي اللعبة كورية في المنشأ ودي جزء من الثقافة الكورية وهم بيحبوا ينشروه في كل العالم، ولعبة أولمبية والنتائج معروفة وإحنا لسه محققين فيها أكتر من ميدالية الحمد لله في الفترة اللي فاتت. المركز الثقافي الكوري بكل سنة بيبدأ يرتب لبطولة السفير الكوري، النهاردة أو السنة دي ليها اختلاف كبير لأنها تكون بطولة عالم، هتعمل تصفيات على مستوى الجمهورية وبعد كده الأول من كل مرحلة هيبدأ يشارك بنفس الفكر من الدول كلها مع كوريا في بطولة عالم أونلاين. اونلاين دي اول مره تتعمل، دي اول مره وممكن يبقى في اونلاين كومبيتيشن في حاله التايكوندو؟ لا، هي تخيلي مش البومز غير فايت، مش الكروبي مش الاشتباك، هي مجموعه حركات معينه معروفه بيأديها اللاعب بشكل معين وبيبدا ياخد درجات، وكل ما درجاتك تبقى اعلى كل ما بتبدا انت تعلى في المستوى بتاعك في الترتيب العام. هو التايكوندو زي الكاراتيه كده في جزء قتالي وجزء استعراضي؟ ده حقيقي. احنا عندنا الكوميتي في الكاراتيه، احنا عندنا الكروجي، الكاتا في الكاراتيه، الكاتا في الكاراتيه عندنا بومزا، ودي البطوله اللي مقامه دلوقتي اللي هيحددها المركز الثقافي الكوري، وهتبدا من اول يوم 8 ليوم 13 ان شاء الله.